أهلاً أبو شاد. إحنا من جايين نزعجكم بس حابين تشرفونا على عروس أمان. بس الواجب واجب. يسلموا إيديك. زيين بعدنا عم نوزع المكاتيب. بعد لنا بس 340 مكتوب. آه مجبورين بيت بيت على الطريق النصراوي. يا ريتك معنا هون. عليك ساكن مع سلمان. اسمها ندى يابا. كيف أمريكا؟ إيطاليا. يلا بين ماشي. أبوك حكى لنا إنه عم بتفكر ترجع مزبوط؟ لهون؟ أها. لا. في مستشفيات كتير منيحة هون. أنا أركيتكت. يعني مهندس عمار؟ يعني هو بفكرني دكتور. يعني كذبت عليه. أنت بتعرف أبو رامي. بضلوا يحكي عنك. كثير رافع راسه فيك. لو أبوي كان يضل يحكي عني هيك. أمي يمكن ما تجيش. أنا هبلة كنت لازم أعرف من الأول. عرس بنتها، شو هالحكي هذا؟ مش هذا دايماً إحنا آخر ناس. جوزها عم بيموت. أحلى عروس. شكراً بابا. كنت ساكن بعين المستوطنة. وأنا يا أبي. مستحيل أعزمه عروس أختي. يابا هذا الزلمة شباك. اطلع السيارة! أعند من أمك! مش السهرة ب 18؟ ما عم تمزحوا. وين عن الدنيا؟